حياكم الله أعزائنا المشاهدين في هذا العدد المتجدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في عدد هذا المساء نستضيف شاعرا فلسطينيا أو قولوا ودكتوراه في الصيدلة، استطاع أيضا أن يصف الدواء للمرضى، وليس فقط كذلك، استطاع أيضا أن يركب من بلاغته دواء للقلوب حتى تستشرف الأمل و تستوطن المحبة قلوب كل من أظلمت أرواحهم وأجدبت قلوبهم، فكان طبيب القلوب تماما كما كان طبيب الشعر والكلمة، وهو دكتور فلسطيني. معنا اليوم الدكتور سمير العمري أبو حسام، شاعرا وصيدلانيا، ضيف في بيت القصيد. أهلا وسهلا دكتور. حياك الله وبارك الله بك، ويعني أنتهز هذه الفرصة الجميلة لأشكر هذه القناة المميزة وأشكر هذا الحضور الجميل. أشكرك يا دكتور. لشاعر مبدع ومقدم متميز. أشكرك. ونحن في قناة الرافدين أكيد نعتز بإطلالتك على الجمهور العراقي والعربي من خلالنا. دكتور سمير، اسمح لي في هذا السؤال الأول وربما تصفه ملغوما، حينما نتحدث عن المأساة التي تعيشها الأمتين العربية أو الأمتان العربية والإسلامية اليوم، و المنتوج الشعري الذي ينتجه أبناء هذه الأمة، هل ترى أن الشعر اليوم على مستوى واحد من هذه الجراحات يستطيع أن يصفها، أم أنه أدنى منها منزلة؟ يعني الشعر كما تعلم هو لسان الأمة، والشعر هو لسان قومه. نعم. ويعكس منذ القدم آمالهم وآلامهم وتطلعاتهم، يذود عنهم وينافح عن قضاياهم العادلة. الشعر له دور كبير، كان وما زال منذ القدم على مر عصور، ولكن يعني في الحقيقة أنني في هذا الوقت أرى أن بوجود هذا العالم المتسارع في التقنية وفي وسائل التواصل وفي الإعلام ووسائل الإعلام أدى إلى تهميش كبير لدور الشعر في قيادة الأمة، أو على الأقل حمل رسالة الحديث أو لسان الأمة في مواجهة التحديات بكل أنواعها. فأصبح الشعر مهمشا إلى حد كبير للأسف، بسبب طغيان وسائل الإعلام كما قلنا، وبسبب أيضا تهافت الأذواق الأدبية وحتى الشعوب نفسها أصبحت اللغة عندها ضعيفة، بحيث أنها لا تطيق اللغة. انحدار الذوق العام يعني. نعم، هذا الانحدار على مستوى الكلمة، على مستوى الاهتمام، على مستوى التلقي والتطلعات، وهذا أدى إلى انعكاس سلبي جدا على المشهد الشعري وعلى دوره في يعني حمل قضايا الأمة. هل الشعر لا يستطيع؟ سؤالك هل لا. الشعر أرى أنا مجموعة من الشعراء، وإن كان يجب أن ندرك أيضا معضلة المشهد الشعري في هذا الزخم وهذا الإسهال الشعري الذي عم من خلال وسائل التواصل وغيرها، ولكن الشعراء الحقيقيون وهم أو لنقل المبدعون وهم قلة يحملون هذا الهم الوطني وهذا الهم العربي وهذا الهم الإنساني من خلال قصائدهم ومن خلال إتاحة مجال اللغة البسيطة حتى في بعض الأحيان أو الصور، إضافة إلى بعض من قد يهومون هنا وهناك، وبعض القضايا تحتاج ربما إلى مباشرة. بعيداً عن موضوع التهويم، هل ترى أن الشعراء مخولين لقيادة الأمة؟ بل أنا أرى أن هذه المرحلة ضرورية لتجربة تقديم المثقفين لقيادة الأمة. يعني قاد الأمة على مدى السنوات السياسيين وأوصلوها إلى ما أوصلوها، قادها العسكريون وأوصلوها إلى ما أوصلوها، قادها الإعلاميون وأوصلوها إلى ما أوصلوها. لماذا لا تتاح الفرصة للمثقفين الحقيقيين أن
لا أقول فقط الشعراء ولكن كل المثقف الحقيقي من أهل الأدب بكل أنواعه والفكر بكل أنواعه أن يؤطروا ولو على سبيل الدعم الاستراتيجي أو الأيديولوجي للقيادة. لا نقول أنهم يتولون المناصب ولكن يتولون الفكر والتوجيه، أن يكونوا مستشارين يعني. وأن يكونوا أصحاب قرار في هذه الأمة وليسوا مهمشين أو ديكور لتجميل صورة احتفال ما أو نظام سياسي ما أو حضور رئاسي ما. هذا أمر مؤلم لكل من يحمل هم الكلمة. نعم. الشعر قضية ويجب أن تعود إلى الواجهة كشعر ثم كأدب بشكل. ولأن الشعر قضية، خذنا إلى زخات جرح الوقت وهي أولى قصائدك التي ربما تود قراءتها. إذا كنت ترغب بقراءة غيرها لك الساحة الآن. تفضل. لا بأس، لا بأس، أقرأ انزياحات جرح الوقت. تفضل. تفضل. لم يأل جهدا أن يغادر ظله، لكن شمع القلب ذاب وتله. الوجد قد مرد الفؤاد كأنه قد كان حرم نبضه فأحله. والماء يحرق طينه وإباؤه عبثا يحرر روحه المحتلة. من سل من وجع القصيدة حرفه إلا وعاتب طرفه من سله. الله. نثرت شظايا حلمه وتوضأت من صمته شجنا يصوف فله. تبدو انزياحات الوجود بكونه لغزا يؤود وليس يملك حله. الله. شيخوخة الكلمات، شيخوخة الكلمات لم تشفع ولم تشفق على طفل به يتوله. ألقته في رف الخيال، ألقته في رف الخيال كأنه وجه رأته على غلاف مجلة. هجرته بين غمامتين وكلما هطل التورع منهما يتدله. تركته يفترش الغياب ويحتسي منها السراب وليس ثمة عله. هو لم يعق لها الحضور، هو لم يعق لها الحضور ولم يشق لها الصدور ولم يضق من زله. دفء الليالي الحالمات بطيفها رسمت به للعشق أبهج طله. يسعى ومن أقصى البراءة ملهما، فالحب أجمل ما يكون جبلة. يلوي عنان الريح فوق بساطها متأبطا للشوق حيث أقله. يدعو لجنتها السنين وكلما سجد الحنين لوجهها تتأله. وكلما سجد الحنين لوجهها تتأله. عبثية، عبثية. لا زال يؤمن أنها درب لها والعشق أضياع مله. لم يدرك المغبون أن دروبه ثكلى وأن جراحه مبتلة. ما زال يرسل دمعتي وسمته يرنو لمن نجل الشغافة جله. لم يرتحل لم يأس جرح الوقت، لم ينشد سوى خل يؤانس خله. لكنها حطمت سنابل فأله بالشؤم حتى كاد أن يتبله. وتقول قلبي لن يعود إلى الهوى، وتقول قلبي لن يعود إلى الهوى، ويقول من هرف الغرام لعله. لعله.
ويقول من هرف الغرام لعله يكون إذن يوماً. الآن لنتحدث عن لعل الخاصة بالشعر والشعراء أستاذ أو دكتور سمير. حينما نصف المشهدية الفلسطينية، العذابات الفلسطينية، الجراحات القائمة بالمشهد الفلسطيني، ونأتي إلى التجربة الشعرية أو التجربة الثقافية بشكل عام للمتلقي أو للمثقف الفلسطيني، هل ترى أن التجربة الثقافية الفلسطينية على قدر حجم هذه القضية؟ كلمة وشهادة للتاريخ، ماذا تقول؟ يعني القضية الفلسطينية أكبر من كل التحديات وأكبر من كل الكلمات. مهما بلغ عنفوان الكلمة ومهما بلغ امتداد الخيال، يبقى قاصراً عن تناول هذه القضية المركزية، القضية الإنسانية، القضية العربية، القضية الإسلامية، القضية التي يعني هي قلب هي القلب النابض للأمة. نعم. فقضية فلسطين أكبر من أن تحوزها الكلمات، ولكن طبعا هي قضية الأمة كلها، وليس فقط الشعراء الفلسطيني من تناولوا هذه القضية. نعم. الشعراء العرب كلهم أبدعوا في هذا المجال وتناولوا القضايا الفلسطينية وبالذات قضية القدس. نعم. بشكل عاطفي وبشكل سياسي وبشكل إنساني متنوع، ونحن ندرك يعني عمق هذه القضية، ويحاول الحرف ما استطاع أن يعكس أهمية هذه القضية وأهمية هذا الصراع الدائم، صراع الحق ضد الباطل، من خلال الشعر ومن خلال وسائل التعبير المختلفة الأخرى. هل كان الشعر على مستوى القضية؟ يعني لا أستطيع أن أقول لا، هو كان، ولكن طبعا مهما بذل الحرف من عطاء تظل الحاجة ملحة إلى الاستمرار في هذا النهج حتى تتحرر فلسطين وتتحرر القدس، وحينها تنطلق موجة جديدة من القصائد التي تتغنى بالنصر وتتغنى بالفرحة، بالفرح بعودة هذا الوطن وبعودة حبيبة القلوب القدس. إلى موجة جديدة من القصائد التي تأخذنا إلى واحة الدكتور سمير العمري، خذنا إلى قصيدة جديدة وبعدها سنتحدث عن تجربتكم في الواحة، تفضل. بارك الله فيك. تعلم أننا نعيش في زمن يعني تجري فيه الدماء وتسفك فيه الأرواح، ويعني يشعر المرء بالأسى في كل يوم، حتى قبل أن نأتي وبعد قبل أن نأتي. أيام حدثت حادثة. نعم. المسجدين في نيوزيلندا. نعم. ويعني هذه قضايا، هذا القتل وهذا الضغين التي تملأ القلوب، وهذا الحقد الذي وصل أن يحقد أبناء الوطن الواحد على بعضهم البعض، هذا مؤلم جدا. ودور الشاعر في هذا المقام أن يدعو إلى تجنب كل هذه الضغائن والأحقاد، وإلى أن يدعو بلسان الحب إلى الصفاء والنقاء، ولذلك أعتقد أن هذه القصيدة من وحي هذا المعنى. تفضل دكتور. دعوني أغني عن الحب وحدي، وأرشف حرف الرؤى صرف شهدي، أحلق بالشعر فوق المعالي، وأطلق بالفكر خيلي وأسدي، وأبحث في البيد عن أقحوان، وأغرس في الصخر أحلام وردي. دعوني هنالك حيث احتفالي ببسمة طفل ودعوة جدي. الله. وحيث العصافير في حضن أيك تناغي الفراش على خد رندي، وحيث أغمس لقمة طهر بكوخ يطل على قصر زهدي. ومن وجع الخفق في الشوق أني أعيش الحياة كأنك عندي. ومن وجع الخوف في الخفق أني أعيش الحياة كأنك عندي. أداري السنين بدمعة شكر،
وأخفي الحنين ببسمة وجدي وداري السنين بدمعة شكر وأخفي الحنين بدمعتي ببسمة وجدي وما غاب طيف المنى عن خيال سوى ما تراخى على جفن سهدي الله لقد شاخ بعدك قنديل روحي فهل شاخ قنديل روحك بعدي الله الله أحلل بالوعد أيوب صبري وأمهل بالصبر يعقوب وعدي فما النفس إلا زجاج سراج إذا سف يغوي وإن شف يهدي أكابد بالعزم تشرين عزم لنبلغ بالجهد نيسان مجدي مليا أجرجر حوبات عصر تجهم غرسي وهشم حصدي سقاني بثدي اغتراب كأني تخلقت في رحمه دون قصدي الله سقاني بثدي اغتراب كأني تخلقت في رحمه دون قصدي هرمنا نعانق نجوى انتصار وما زال يرتع فينا التعدي الله الله ننام ونمضغ ماء التمني ونصحو على الموت من كل ضدي ونشحذ سيف الوغى باقتدار إذا كان فينا يصول ويردي الله ففيما استزل التقى من تألى وأصل التقى بين رب وعبدي وما القهر إلا فتيل الإباء فلا تسألوني عن المستبد دعوني فرغم انكساري سأحيا أبيا يسود وحرا يفدي ومهما تواطأ إكليل غدر فلن أستكين إلى ذل رغدي تحديت نفسي على الموت نبلا وسوف أفوز بهذا التحدي فخير لمثل الحياة بموت من الموت حيا على باب وغدي الله الله ما أجملك يا دكتور سمير. أود أن أسألك الآن سؤالا ربما كان محيرا قليلا لكن لا حيرة على مجيد مثلك. الوطن القصيدة أم القصيدة الوطن؟ أيهما أقرب لروح الشاعر سمير العمري؟ أم كلاهما؟ كلاهما، أنا بظني أنه كلاهما، وأنا الحقيقة يعني لا أعيش القصيدة. القصيدة عندي هي عبدي. نعم. فالقصيدة جزء من كياني، والقصيدة مهما كانت جميلة ولكنها وسيلة وليست غاية. إذا لم تصلح وإذا لم تفسح وإذا لم تنفح الروح ما يعينها على مواجهة ما ترى من آلام وآمال وأن يعني تعطيها القدرة على التعبير بلسان الجميع. الشاعر يتحدث بلسانه غالبا لكنه يقصد أن هذا اللسان هو لسان الجميع ولا يعبر عن ذاته، لا يوجد هناك حالة تشخيص أو شخصنة في القصيدة حتى وإن استخدم الشاعر أسلوب الأنا، هو يتحدث بلسان عام. لذلك القصيدة هي وسيلة للتعبير عن حب الوطن. نعم. وليس وطنا لنسكن فيه، يعني هذا الانغماس في القصيدة قد لا يؤدي الغرض المطلوب. نعم. منها ويخرج الشاعر من إطار محيطه إلى برج عاجي ربما، وتهويم لا يفيد الكثير، لا يفيد تحمل القضايا التي بدأنا الحديث عنها في بداية الحلقة. فهي يعني بالمعنى العام هي كلاهما، ولكن في الأساس القصيدة هي لسان ولسان فكر ولسان إحساس، هي نتاج العقل ونتاج القلب معا.
نعم، الآن سنذهب لأن نشاهد أو نستمع قصيدة لأحد الشعراء. أنا وأنت السادة المشاهدون، ما رأيك؟ جميل جدا. شاهدينا، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، وهذه هي الفقرة الاعتيادية التي تعودنا أن ننقلها لكم من خلال كل عدد من برنامجكم بيت القصيد. نتابع هذه القصيدة لأحد الشعراء، ومن ثم نعود لنواصل هذا الحوار الشائق وهذه القصائد الممتعة رفقة الدكتور سمير العمري من فلسطين. ابقوا معنا. بملعقة من القلق المحلى، بملعقة من القلق المحلى، أحرك في دمي ضجرا مملا على نهر الكلام، فتحت جرحي ورحت أراوغ المعنى المضلا، وبوصلة الشعور تقود نصي إلى ما قل من وجعي ودلا، تشوهني الطوال من القوافي، فوجهي يشبه الكلمة الأقل، ووجهي همس عراف قديم تأمل في المدى حتى تملى، ووجهي خطفة الإلهام ألقى بها ملك على الدنيا وولى. أنا المعنى الذي جمع المعاني إماما ثم قام بها وصلى، أنا المعنى الذي جمع المعاني إماما ثم قام بها وصلى، أقطر نيتي عسلا مصفا وإن هي خولطت عسلا وخلى، فأحلو كلما المعنى وأخلو كلما المعنى تخلى، يشق الصاعق الغيبي روحي ويمحوني، وفي الكلمات أجلى لي المسرى، ولي جبريل شوق على أطراف حنجرتي تدلى، ولي درج النبوءة يرتقي بي إلى أن أقطف الوحي المعلى، ولي حجر الصراحة حين يقسو، ولي قمر المجاز إذا تجلى، ولي خلق على الأيام، ولي خلق على الأيام يكفي لأكتب عن مآسيها سجلا، ولي قزح وحيدا في الأعالي هناك بحسن صورته تسلى، ولي دور الأمير ولا أمير ولكن القصيدة سندريلا، ولي قزح وحيدا في الأعالي هناك بحسن صورته تسلى، ولي دور الأمير ولا أمير ولكن القصيدة سندريلا، عبرت على أناي، عبرت على أناي عبور طيف يكاد ولم يكد حتى اضمحل، أنا بعض من الإنسان أجري وراء بقيتي لأصير كلا، فلم أبرح أهيم بكل واد وأزعم أنني من أهل إلا، فلم عبرت على أنايا، عبرت على أنايا عبور طيف يكاد ولم يكد حتى اضمحلا، أنا بعض من الإنسان أجري وراء بقيتي لأصير كلا، فلم أبرح أهيم بكل واد وأزعم أنني من أهلي إلا، من الخطو القويم يجيء نثري ويأتي الشعر خطوا مستزلا، مراياي الجهات فحيث أرنو ألم بها من الأشياء ظلا، إذا ما روح أسلافي تمطت بأعماقي رأيت السف احتلا، أربي فكرتي، أربي فكرتي في حوض ورد
لتفقس نرجسا وتبيض فلا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ومستمرون معكم في رحاب هذا العدد المميز من بيت القصيد رفقة الدكتور سمير العمري الشاعر الفلسطيني. وإن كنت تسكن السويد إلا أنك نجحت دكتور سمير يعني خليني أقول بسط حالة من التواصل الإلكتروني الثقافي قبل عدة سنوات، وهي عبارة عن منتدى أو موقع الواحة الثقافي. لكن أنت قلت لي قبل أيام أن الواحة لربما هو من المواقع المحدودة التي لا تزال تقاتل في حضرة هيمنة الفيسبوك. حديث عن الواحة وهذه الذكرى الحية وهذه المساحة التي لا تزال متوفرة بين أيدي العديد من المثقفين، تفضل. بارك الله فيك. يعني الواحة أسست منذ حوالي 17 عاما، نعم، وهذا عمر طويل في قياسا بتسارع تطور التكنولوجيا وسائل التواصل وكذا. ف يعني كانت تجربة جميلة وفريدة يشهد بها ولها كل منصف من أبناء هذه الأمة، لأنها وقفت بقوة في مرحلة ما كان الشعر ينحدر فيها إلى اتجاه خطير، ثم يعني إلى انحدار خطير، ثم قمنا بمواجهة هذا الأمر وإعادة شكل وإطار القصيدة العربية بأصالتها وبحداثتها أيضا. نعم. ويعني دور الواحة في هذا الأمر يعني شهادته ستكون مجروحة طبعا كون المؤسس، ولكن شهد لها ويشهد لها الكثير بأنها كانت مرحلة ولا تزال طبعا إن شاء الله طبعا فيها شعراء من مختلف دول العالم، مرحلة مهمة. نعم، هي كانت لم تكن فيها توجهات أيديولوجية، لم تكن فيها توجهات حزبية، لم تكن فيها توجهات، كانت حرة. الشعر هو المعيار يعني، والشعر والفكر يعني لنقل الاستقامة، يعني كل شيء نحن مع الحق والخير والجمال، هذا هو شعار الواحة، الحق والخير والجمال. ومن خلال الواحة يعني لا أبالغ لو قلت إن معظم أدباء وشعراء المرحلة من شعراء وكتاب كانوا مروا من خلال الواحة وصقلوا مواهبهم في الواحة، واستظلوا بظل الواحة، ويعني تطورت قدراتهم بشكل كبير من خلال الواحة. وطبعا بعد وجود العالم الفيس والتواصل واستقلالية كل شعر، تعلم أن معظم التعامل في المشهد الأدبي والشعري خصوصا مع طبائع الشعراء التي تميل إلى الأنا وإلى الاعتداد الشديد بالنفس يكون أمر صعب، وأنا يعني لي تجارب كبيرة في هذا المجال. ولكن في النهاية وجود الفيس جعل بعض الشعراء يميلون إلى الفيس لأنه يعني يجلس وكأنه في مملكته. نعم. أنا لي وجهة نظر مختلفة يعني في هذا الأمر، وأجد أنها الواحة هي المكان أو ما يشبه الواحة، يعني المواقع التي يتم فيها التداول الجدي للشعر وللكلمة والنقد والتنقيح والصقل وما شابه، والتواصل بين الشعراء الحقيقيين. نعم. وليس فقط لايك من أي شخص لا تعلم أنه ويقاس الإبداع باللايكات، هذا أمر يعني أخشى على الشعر منه وأخشى على المشهد الشعري منه. لكن في النهاية الواحة لا تزال بحمد الله تعالى كونها بدأت بقوة وبصدق وحافظت على مصداقيتها طوال هذا الوقت، لا تزال الحمد لله تعالى تؤدي دورها بشكل أقل ربما بسبب تأثير الفيس وكذا، ولكنها ما زالت واقفة. نعم. وتفرز وتقدم للمشهد الشعري يوميا شعراء وأدباء مميزين، يشهد بعضهم بهذا وينكر بعضهم هذا، ولكننا لا ننتظر شكرا من أحد، نحن نبرئ الذمة ونخدم الأمة ونقدم مشهدا شعريا راقيا. ومن هذا المشهد الشعري الراقي نريد قصيدة راقية الآن، ما هي أخبار ضفة حزنك؟ سنخبرك عنها، تفضل. إلى ضفة الحزن إذن.
واجما في المدى وجوم الأصيل، شيع الشمس خلف خد أسيل، ذابل الطرف بابتسامة وجد يمسح الدمع عن عيون الرحيل. لم يكن يدري أن نزفي وعزفي سادر الدفق سرمدي الهديل. كيف أتلو عليك آية لهفي حين بات الإياس من يوحيلي؟ ليس مثل الدجى مرارا لدرب حين يشكو تثاقل القنديل. الله الله الله. لا أخالك إلا زفرة المسك في النسيم العليل، واحتداما ألذ من خفر العذراء في الحضن لحظة التقبيل. طيفك الخصب يملأ الكون عطرا حالما كالمساء في أيلول. يا لها من صبابة تحبس الأنفاس في عجمة الفصيح الخجول. أنا ذاك الصوفي في نسك معنى ألف الصمت ألف السمت بين فعلي وقيلي. سرت عمري بين الوجوه غريبا لم أعش جيله ولا عشت جيل. الله. أحمل الهم لا أضن بجهد في زمان أجل كف البخيل، وعلى السفح عند ضفة حزني يجرح الروح لمز غال وغول. يا إله، ما الذي يملأ القصائد وهما كالذي يملي سفر هم طويل؟ أي والله. ما الذي يملأ القصائد وهما كالذي يملي سفر هم ثقيل؟ إنني كالفتيل خلف همومي أتلظى بحرقة المسؤول. لست أدري أيان بعدك أمضي، فلقد كنت نجمتي وسبيلي، فاعذريني إذا كفرت بعشق يعشب البوح من دموع الأفول. وامرحي كيف شئت بنت خيال لا يرى في الورى لها من مثيل، واستريحي على نمارق غيب يقتفي الشيب في نواصي النحول. الله 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 الله، ما أجملك يا دكتور سمير. لا فضفوك، تواصلون معك أكيد، لكن لابد من استراحة. على أعزائنا المشاهدين، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المميز من بيت القصيد رفقة الدكتور سمير العمري الشاعر الفلسطيني المقيم في السويد. ربما الدكتور مشكلة أن ينقطع المثقف النهم في حب الشعر المتطلع إلى رفعة أمته، يعني يشكل عليه ويؤلمه ويعذبه أن يكون في بيئة قل ما يتواجد فيها أو يحضر فيها الشعراء السويد
نموذجا؟ تفضل. والله أنت بهذا السؤال يعني ألجمت اللسان على الكلام يعني. تفضل. يعني لا أستطيع أن أشتكي مرارة هذا الأمر. نعم. الذي خفف عني هذا الأمر هو هذا التواصل من خلال الإنترنت مع فضاءات واسعة في دول العالم كلها، سواء من خلال الواحة من ذو 17 عاما أو من خلال الفيس حينما دخلته مؤخرا. يعني هذا هو الذي يخفف قليلا عن غربتي الأدبية. نعم. والغربة يعني في حياتي حقيقة متراكبة. يعني أنا دائما أقول، وحتى في كثير من شعري تجد الغربة، حديث عن الغربة. نعم. لأنني أعيش غربة المكان منذ 30 سنة، وأعيش غربة الزمان منذ 50 سنة، وأعيش غربة الإنسان عن الإنسان. أنا أشعر يعني في بعض الأحيان أنني يعني وحيد في هذا الكون، وهذا شعور مؤلم. وجودي في السويد حتى رغم أنني أشارك في بعض بين الفينة والفينة بعض الفعاليات والثقافية، ولأنني أكتب شعرا باللغة الإنجليزية وأكتب شعرا باللغة السويدية. نعم. يعني ليس كثيرا ولكن أكتب في بعض الأحيان وأشارك. لكن هذا الانعزال الثقافي أثر سلبا، هذا الحنين للغة العربية أثر سلبا على المسيرة كلها أساسا، وعلى شخصي. ويبقى هذا الحنين للقاء الأدباء والشعراء والجلوس، خصوصا وأنني لست ممن يعني يحب الجلسات يعني السمر والسهر. نعم. أحب الجلسات الجادة، سواء لمناقشة الفكرة والأدب أو مجالسة الكرام. وهذه إحدى الجلسات. نعم. هذه إحدى الجلسات. لك أن تأخذنا الآن عبر حنينك إلى نخيل روحك. تفضل دكتور. شكرا لك. أعد من معاني الحدب ما سلب الحزب، وضع عن مثاني الحب ما صلب الحوب، وجب في رحاب القلب محراث آمل، فمن شرنقي الجدب ينبثق الخصب. وهل يستخف اليأس في نيق ماجد إذا استنكف المنشود واستنزف الدرب؟ بلى، أنكرتني سنبلاتي وأعجفت سنيني وآذتني الدياجر والشهب. أهز نخيل الروح في بيد غربة وسرج فؤادي، لا سراب ولا سرب. ألم شتات العمر جسرا ليعبر فيحطمه قبل للعدى الأهل والصحب. الله. وأملأ من حبي أباريق أنسهم فيسكبه النكران مهلا بما صب. محط فؤادي ينضح الرأم فطنة إلى حيث لا ألب يقض ولا ريب، يفتش جيب الغيب عن صك أوبة ويسرج قبو الروح من مهجة تخبو. يمارس طقس الشوق حزنا مؤجلا ويعزف نايا الوجد في شطئه الهدب. قصيدي كما الصبار لم يرع من يد، ولم تسقه الأرض اليباب ولا السحب. أجوب فيا في الفكر والشعر طاويا، فليث المعاني لا يطيب له العشب. وما هجت عني الشعر إلا وعادلي يتيما مهيض الطرف أخبته الأوب. ولو عاد بي دهري
ولو عاد بي دهري إلى حيث أرتقي مقام مديح ما يروح بها كعب. وفي أفق الإبداع بدر وكوكب، ولكن نجمي في البروج هو القطب. أرى سبت بنت الفكر يفتن ربها، أرى سبت بنت الفكر يفتن ربها، كما فتنت شمطاء لان لها الجنب. وكل حكيم يعرش الرأي بالهدى، فإن جاش فيه القلب طاش به اللب. وكيف يمار الحر من باء بالأذى، وفيه بكى التمساح وابتسم الذئب. الله الله. وإني أعاف الخوض في جدل الورى، فكل عزوف عن مجادلة كسب. ولي ما يحث الدهر من نوح همة، لأحمل في فلك التفاؤل من أب. أنا من بلاد بارك الله أرضها، وأحنى لها التاريخ من عزة شعب. يطوف عليها الناكبون ونخلها يحابي جياع العابرين ولا يحبو. إلى آخر القصيدة. طبعا القصيدة طويلة جدا، وسبحان الله جاءت كأنها إجابة لسؤالك عن غربتي في السويد، غربتي عن المشهد الأدبي وشعوري بالألم. ربما تقودنا هذه النخيل نخيل روحك يا دكتور إلى سؤال: ما مدى أهمية الفكر بحياة الأمم والشعوب حتى تنهض وترتقي وتسير في مصاف الأمم وتصبح في مصاف الأمم المتقدمة؟ يعني هذا يقودنا إلى جدلية الـ 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 يعني الأدوار، دور الشعر. نعم. هل هو للتهويم أم هل هو للتعليم؟ نعم. هل هو للحث أم هو للإبداع للرث مثلا؟ نعم أحسن. لكن يعني أنا منذ القديم أحمل دائما وأرفع دائما شعار الفكر قبل الشعر. الفكر قبل الشعر، لأن أن الشعر بدون فكر لا أجد له معنى. نعم. هو قد يكون جميل وقد يكون مخدر. أنا يعني لا أحب، أنا شخصيا لا أؤثر شعر التخدير، لكن مع يعني يوجد كما قرأت اليوم أشعار يعني فيها بعض الخيال الواسع وكذا، ولكن هناك في بعض الأحيان تكون الحاجة ملحة للشعر المباشر، شعر المنابر أسميه، وهنا قليل منه هنا، لكن هنالك قصائد كثيرة لي تتحدث وتخاطب الأمة لتوقظ فيها الروح، لتوقظ فيها الإحساس، لتبين لها المسار، لترسم لها معالم الطريق. نعم. طيب لو أردنا الفكر، نتحدث عن الفكر على مستواك الشخصي، ماذا يعني الفكر لدكتور سمير العمري؟ الفكر هو مجموع الرؤى الإنسانية بما فيها من عقيدة، وبما فيها من قيم أخلاقية، وبما فيها من مناهج. نعم. وأساليب ومشاعر تتبلور كلها في رسم تنظم الحياة اتجاه معين، يعني يحدد معالم طريق للإنسان في حياته. نعم. وبالتالي للإنسان، فالإنسان هو جزء من الأمة فهي أيضا للأمة. هذا الفكر يجب أن يكون قائم على الأسس التي ذكرتها قبل قليل، وهي أسس الحق والخير والجمال. لا حقد ولا حسد ولا تناجش ولا تنازع، وأيضا أن يكون هنالك مفاهيم قيمية عالية، سواء من خلال منظومة الدين أو المنظومة الأخلاقية في الدين أو المنظومة الأخلاقية في غير الدين، ويجب أن تكون قائمة على أنه
كوني أنا موجود في إطار في هذا الحياة يوجد فيه آخر في معي، يجب أن أعطيه حقه في أن يختلف معي، في أن يعني يعيش حياته بالأسلوب الذي يريحه دون أن يعني يتعدى على حقي ودون أن أتعدى على حقي. هذه المفاهيم والقيم الجمالية المثلى هو ما نحلم به، وهو هذا الفكر الذي أحاول أن أوصله من خلال قصائدي دائما. نعم، نريد الآن قصيدة ختامية، أي القصائد المتبقية تود أن تكون مسكا للختام؟ تفضل. والله أنا بقي أمامي قصيدتين، لكن اختر واحدة منهم لتكون مسك ختامنا. إحداها في حب القلب، وإحداها في حب القلب الأكبر وهو القدس. خذنا إلى القدس. فأنا أفضل أن نترك هذه على ما فيها من شعر جميل ونأتي إلى قصيدة القدس. تفضل. وقصيدة القدس هذه كما قلت لك، وكل هذه القصائد هي مجتزأة أو مقتصرة من قصائد نعم طويلة، قصائد مطولة. نعم، هذه أدرك قصيدة ذلك القدس جيد. ربما 120 بيت وهنالك 20-30 بيت هنا. تفضل فتحملونا. طوفوا على حرم الحبيبة، أوقفوا وتصوفوا في وصف ذلك، أو صفوا ضموا لها الإحساس، إن جمالها يسبي وإن جلالها يتغطرف. عطفت على الركن الشفيف كأنها من فرط رقة سطوة تتعطف. هذه انثيالات التزلف في الهوى، هذه انثيالات التزلف في الهوى، إن كان يجدي العاشقين تزلف. أذكى الأماني يا حبيبة مهجة، تخشى عليك من الضياع وتلهف. الله. إنا تراب الأرض كل خلية من لحمنا، ذرات صخر تحلف. إن تضاريس الملامح والمدى والأمس والغد والثرى والزخرف. الله. هذه تفاصيل الحكاية، والذي يعش بأنصاف الحقائق يجحف. الله الله. يا قدس يا بنت السماء، وقبلة تسبي قلوب العابدين وترهف. يا وجفة الوجع المقدس في دمي، يا رجفة الروح التي بك تشغف. هذه معاهدك التليدة، سمتها طهر وصمت رب المشاعر موجف. زينت فيك الأبتثية فانزوت خجلات إنه، وأعجزتني الأحرف. وسألت عنك البندقية فاشتكت صدأ الضمير وللرصاص تأفف. إنا لفي زمن الأخوة، أطلق الذئب الشقاق وليس فينا يوسف. ما عاد فينا في العواهل تبع، أو عاد فينا في الشمائل أحنف. ما عاد إلا القابضون على السلاح، الراقصون على الجراح الهتف. كل الدفوف على جراحك تعزف، وأنا الذي يبكي عليك ويأسف. كل الدفوف على جراحك تعزف، وأنا الذي يبكي عليك. أبكي وينزف، وتنتحب الأزقة غربة عن ذاتها، وتجوع فيها الأرغف. تشتاق من جبل المكبر صرخة عمرية، تأبى الهوان وتأنف. وتضم في شعفاط خيمة لاجئ في أرضه، عنها يصد ويصرف. غصن هوى
لكن تشبث جذره ولسوف ينبت بالصمود ويورف. اغرس كما شئت الحياة، اغرس كما شئت الحياة، وجئ كما شئت الممات، فمن غراسك تقطف. ومتى ادعى الخلق الرجال فإنما ينبيك عن خلق الرجال الموقف. الله الله. يا قدس يا معنى الوجود لدولة، إن غاب نجمك فالوجود مزيف. يا قدس ما أقسى التلهف حينما يشتد في الروح الرجاء ويضعف. الله الله. أقصاك عنوان القضية، أقصاك عنوان القضية، صوته نغم الخلود وشمسه لا تكسف. ماذا يريد العابثون تفاوضا والقدس وقف المسلمين وموقف؟ أإذا افترى الباغون عورة أمة ستظل من ورق التحسف تخصف. أي والله. قد ضعت يوم أضعت فيك هويتي، ويعيدني سيف إليك ومصحف. قد ضعت يوم أضعت فيك هويتي، ويعيدني سيف إليك ومصحف. الله الله، ما أجملك دكتور. للأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كان يسعدنا لو أن الوقت لم ينفد سريعا. نتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا أن نعيد مثل هذه اللقاءات الجميلة. وأنا أشكرك على هذا اللقاء وإدارته الرائعة، وأرجو أن أكون يعني ثقيل الظل عليكم. كنت ضيفا خفيفا الإطلالة، رائع لك البيان ومبدع فيما طرحت. حياك الله وبارك الله فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا للأسف إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله.